كابتن عبيد، نجي للموضوع ايضا هو احد المواضيع المهمه، انتقالك النادي الاهلي، ونبغى نعرف التفاصيل، ايش صار، كيف انتقلت للنادي الاهلي، مين اللي فاوضك، وهل كان هو العرض الوحيد؟ بالنسبه للعرض لا مو الوحيد، كان في عرض ثاني من نادي الاتحاد، بس يمكن انا فضلت النادي الاهلي بحكم الزملاء اللعيبه اغلبهم كانوا معي في منتخب الشباب والاولمبي، اغلبهم الاهلي. وغير كذا انه اللي سمعته انا انه الكابتن حسين عبد الغني والكابتن محمد شليه هم من اقترحوا للامير محمد انه جيب عبيد الدوسري، يعني الامير محمد الفيصل، محمد عبد الله الفيصل رحمه الله عليه. مين كان يفاوضك من الاتحاد؟ الاتحاد كان اعتقد اللواء سعد عبد الكريم، ما ادري اللواء ومقدم فريق. الله ينص فريق اي فريق سعد عبد الكريم عرض عليك عرض معين؟ لا لا ما والله مو عرض معين، انا بس انه تقابلت معاه، رحت له انا في جده في منزله وتكلمت معاه، بس يمكن جاء وقت عرض الاهلي وحبيت انتقال الاهلي. ايش كان عرض الاهلي؟ والله ما في، كان الاهلي بالعكس الامير محمد يعني قال لي وقع وما لك شغل وانسى الموضوع. وطبعا الامير محمد يعني من قبل يعني حتى انا لا اجيب نادي الاهلي يعني ما شاء الله نسمع عنه انه يعني صراحه من خيره الناس اللي كانوا موجودين يعني. طيب انت لما وقعت مع النادي الاهلي ايش اللي صار بعدين؟ يعني ليش تركت النادي بعدين؟ ايش اللي حصل؟ والله ما ادري، هو يعني الكل عارف وكل قري في الجريده اللي انكتب من رئيس النادي الاهلي عبد الرزاق ابو داود، مع اني انا لغايه الان والله العظيم ما قريتها، بس انه تكلم يعني صراحه بكلام انه صراحه كان غياب، كنت اغيب يعني يومين ثلاث ايام ما جيت تمارين، بس انه هو يعني جاب طريقه ما ادري انا ما فهمتها لحد الان صراحه، يعني ايش القصد منها والتشهير اللي في الجريده والكلام اللي كتبه، يعني تقدر تسالوا اي لاعب في نادي الاهلي مستحيل يقول لكم اذا كان الكلام صح. ايش كتب؟ ايش قال؟ يعني تكلم كلام كثير انه عبيد يجي يستفرغ في النادي، وعبيد انه يعني بس زي اللي ناقص بس يقول بالعربي انه عبيد فيه كذا وكذا، بس يا اخي ايش كذا وكذا يعني؟ يعني حاجات كثيره، كلام كثير صراحه الواحد ما وده انه يذكره. انا عشان كذا والله من زمان اني قلت اني يعني اوقف يعني نهائي عن الرجال الرياضي كله من سبب هذا الموضوع ده. يعني خلاص الواحد صار يعني كلام، لما الواحد يجي يتكلم في جريده ويشهر فيك بنفس الكلام والصيغه اللي انكتبت، اعتقد هذا شيء يعني يحبط الواحد وشيء محسن يعني صراحة. كنت أتمنى يعني حتى لو أنه يعني ما صار كذا، يعني لو جاء وقال خلاص نبغى نشطبك حتى لو أنت ما سويت شيء ما عندي مشكلة، ما عندي أي مانع. بس هو شطبك يعني؟ إيه هو شطب، هو كان رئيس النادي طبعا فهو القرار جاء منه. إيش اللي صار يعني؟ كيف عرفت إيش اللي؟ والله اللي عرفت أنه طبعا قبل ما تنزل في الجرائد اليوم الثاني أنا في الليل، يعني حتى قبلها أنا يمكن يومين ما رحت النادي، فهو فين شافني عشان يقول الكلام هذا كله؟ بس صراحة تلفظ بكلام من جد سيء يعني صراحة ما يليق به كدكتور، بس عاد الحمد لله على كل حال. ليش تتوقع هذه المعاملة يعني؟ ليش تتوقع ان قال هذا الكلام يعني؟ والله شوف انا اولا سمعت انه هو انه قال كلام، اغلب اللعيبة اللي جوا من برا النادي ما حيقعدوا في النادي، ولو تلاحظ شوف غيري انا طبعا في الكابتن سعد الدوسري رحمة الله عليه قبل ما يتوفى رجع الهلال، عندك يحيى جوشان قبل ما يتوفى رجع الشعلة، فوز الشيري رجع القادسية، هذول كل اللعيبة اللي جو. طيب ايش معنى هذول اللعيبة بس يعني؟ اللي هو حطهم في راسه انه خلاص اللي يشيله مستبعده. ما حاولت تكلمه تتفاهم معه؟ لا ما حاولت لا ولا فكرت اصلا اني اكلمه، خلاص موضوع صار ومشيت. ما عاد جلست في النادي خلاص انتهى الموضوع. حقوقك اخذتها؟ والله حتى لو لي فيها حقوق انا ما دورتها ولا ابغاها. طيب ما اخذت حقوق في نهايه يعني؟ لا ما اخذت ابدا ولا ريال ابدا، وخصوصا اني انا راجع ترى وقتها من كاس العالم يعني بعد عمليه رباط صليبي يعني رجعت، وهي في الفتره هذيك صارت المشكله. ما في يعني ما جت شخصيات حاولت تتدخل سواء كانت شخصيات اهلاويه او والله انا ما ادري، بس ما حد انا كلمني، انا زي ما قلت لك من يوم ما سمعت الخبر انا شلت اغراضي كلها ومشيت على مكه. طبعا كنت وقتها انا اسكن في جده بحكم النادي، بعدها نزلت مكه ما عاد طلعت يعني. في لقاء لك مع الامير محمد عبد الله الفيصل بعدين وقال انه هذا عبيد اللي ضيعوه،
يعرف فيك امام احد المسؤولين. اي والله بالعكس هذا قال لي طبعا بعد ما تركت النادي. ايش صار؟ هو اللي اتصل ولا ايش؟ اي هو اتصل، هو كلموني، كلمني طبعا مو هو الامير محمد، بس هو وكل واحد انه يتكلمني. فكلمني ورحت البيت في جده وبالعكس. ايش اللي صار لما دخلت؟ وش الكلام اللي قال؟ والله اللي صار انه اول ما شافني كان عنده كمان صاحب سمو ملكي، والله بس ما ادري الناس اسمه، بس انه كان بيعرفه يعني، بيقول له هذا بيت اللي ضيعه. فصراحه يعني هو كبير من اول في عيني الامير محمد، وكمان كبر زياده. واللي حصل انه كمان ما قصر يعني بصراحه، يعني لغايه ما توفى وهو كان اللي يمشي لي راتب شهريا لمده تقريبا سنتين ونص يعني لغايه ما توفى. يعني كل ما قال لي قال طول ما انا عايش حتاخذ راتب شهريا زيك زيه زي اللعيبه. واستمر عليه الحمد لله، ولا قطع ولا شيء لغايه ما توفى رحمه الله عليه. اثر فيك الموقف؟ اكيد ياثر فيه. عوضك عن اللي صار او؟ والله شوف الامير محمد زي ما قلت لك، يعني انا دائما حتى هو لما يشوفني في التمرين، وكان دائما كل ما يشوفني يقول لي يا عبيد شديت بك راسي. والله على طول يعني، كل تخيل يعني يجي في الاسبوع يقول يومين ثلاث ايام كل يوم كذا نفس الكلام، من التواضع والطيبه والادب اللي فيه. شيء كبير يعني صراحة. حسيت بظلم؟ حسيت بمرارة في نهاية؟ والله شوف، ما عشان ما بظلم كمان، ما بقول انه ظلم، بس انه كان المفروض يتعامل مع نفس الحدث بعقلانية مو بغض النظر، عشان لا اظلمه ولا اظلم نفسي كمان. طيب ليش ما رحت النادي النصر بعدين، او الاندية اللي فاوضتك سابقا منها نادي النصر او الاتحاد؟ والله هو انه مستحيل يعني بعد الشطب ما اعتقد انه الواحد انه اثرت عليك حتى على مستقبلك؟ في كل شيء اثرت علي يعني، مو بس ترى انا كحياتي، حتى على اسرتي، على يعني زي ما يقول انت قطعت رزق شخص معين او شيء ما زي كذا، فهذه تاثر كثير. في كل شيء تاثر. اثرت عليك حتى يعني على دخلك المادي اليوم؟ اكيد اثرت بشيء كبير يعني. انت لا تنسى انه تركت المدرسة، تركت العسكرية، تركت يعني أنت ما عندك إلا احتراف خلاص كورة. طبعا لما راحت الكورة خلاص مستحيل، فين تبى تروح بعد كده؟ يعني هو دخلك أول النادي بالاحتراف، الآن لا ما في. دخلك المادي اليوم من إيش؟ ما في، لأن عندي بيت صغير بس مأجر وما يطلع حتى دخله ما أدري 1600 1700 شيء، مو ذاك الدخل. في داخلك كابتن عبيد مسامح اللي قد يكون اساء لك او؟ والله انا مسامح، والدليل اني انا ما تكلمت ولا يوم في جريده ولا تكلمت يوم ولا في اي شيء بالنسبه لعبد الرزاق ابو داود او شيء، ما عمري تكلمت. انا اخذت الموضوع بصدر رحب وطلعت. مسامحه يعني؟ انا مسامح اي مين، مسامح اللي اي مين ظلمني انا مسامح على طول. ما يشيل على احد ولا احد ان شاء الله يشيل علينا، هذه امور وتصير في كل شيء يعني، مو بس في الرياضة، في كل شيء تصير ممكن.